كان منزل بوست عنده ان هو عايز بنت الفيلم قصير صور معي. وبعد كده انا دخلت كلمته قلت يعني هيرد عليا او مش هيرد، يعني انا كنت متوقعه ان هو مش هيرد عليا. فالمهم لقيته رد عليا في خلال بتاعي 10 دقايق. تمام، بعت صورك. قلت له انا 19 سنه. قال لي ما فيش مشكله بعت صورك. فبعت الصوره، قال لي تمام. هو طبعا ما قاليش انت مثلا هتتفاجئي او حاجه، هو قال لي لا انت جسمك حلو. او اول ما بعت له الصور وشافها قال لي انت جسمك حلو. قلت له ميرسي. فهو قال لي خدي رقمي على الواتس كلميني افضل وابعتي لي بقيه الصور هناك. انا قلت بقيه الصور ما انا بعت الصور كلها على الانستجرام. المهم خدت الرقم الواتس وكلمته واتس. رد عليا الاول عشان اتاكد ان هو احمد حسن، مع ان هو بيكلمني من صفحته المتوثقه. حطيت الرقم على التليكولر، طلع مكتوب احمد حسن بس. وكلمته على الواتس تمام، قلت له انا سما. قال لي اهلا بيكي، ابعتي لي صورك هنا. فبعتها له، قال لي انت جسمك حلو جدا. وقعد بقى بدات تشوفني من هنا. وبعد كده بقول له الفيلم بيتكلم عن ايه. قال لي لا لما اقابلك هقول لك كل حاجه بالتفصيل لما اقابلك. فقلت له تمام، هنتقابل فين؟ في مطعم ايلين ولا في مكان عام يعني ولا فين؟ قال لي لا مكان عام ايه، لا انا هقابلك في فيلتي قدام مول مصر. هبعت لك اوبر يوديك ويجيبك. انا بقول له انا مش هعرف اروح وارجع. فهو قال لي انا هبعت لك اوبر يوديك ويجيبك. فبقول له الوقت متاخر، انا مش هينفع. طب مدام زينب موجوده يعني، بس بطمن يعني موجوده مش موجوده. فقال لي لا انا لوحدي في البيت. قلت له طب لا انا مش هينفع اجي، خلاص خلينا في مكان عام. المهم رفض طبعا. قال لي ما تخافيش، احنا انا هنتبسط وهنلعب وهنهزر وهتتبسطي مني جدا. فانا حسيت بلغز في الكلام، يعني هو بيتكلم بس في لغز كده. المهم قلت بوضح كلمه، هم افتكروا كلمه اجرجره دي انا بجرجره حاجه. انا كل كلامي معاه باحترام، يعني انا مش بقول له لفظ وحش هو يرد بالاوحش، لا انا كل كلامي بتكلم على الفيلم اللي هو عايز يصوره، عشان الناس بس فهمت الكلمه دي غلط. لا انا ما اقصدش اجرجره، انا اقصد اشوف اخره ايه. يعني انت بتكلمني، وطبعا اكيد في مليون بنت دخلت كلمته على موضوع الفيلم ده. وفي بنات طلعت وقالت خد بالك الكومنتات على الفيديو بتاعي ان حصل معانا نفس الموقف وكلموه كده، بس هم خايفين يتكلموا. لا ما تخافوش اطلعوا اتكلموا وانا معاكم. انا جريئه بس شويه، فطلعت اتكلمت بكل صراحه. وهي الناس بتقول عليا ان انا يعني اتكلمت بوضوح جدا، ما انا مش هخبي يعني، لازم كنت اتكلم بوضوح. اتكلمت بوضوح جدا، انا ما اتكلمتش سطحيا، انا اتكلمت بوضوح وقلت بالتفصيل، يعني بالتفصيل الممل زي ما بيقولوا. هو فعلا احمد حسن طلع بالبشاعه اللي احنا شفناها دي. كل الفانز بتاعه دخل الهجوم عليا. يا جماعه فهموا الموضوع كويس، ده بيحرض يعتبر البنات على حاجات مش كويسه. بنات الكوستر طبعا في اطفال بتتابعه، وانا كنت بتابعه وكنت مبسوطه ان هو رد عليا. انا عندي قناه على اليوتيوب، هي صغيره، انا ما نكرتش ان انا ما عنديش قناه، لا انا عندي قناتي. وكنت قايله انا عندي قناتي ولو انت وقفت جنبي انا قناتي هتكبر. هو قاعد يقول لي تمام اللي انت عندك قناه ومش عارفه ايه. ما اتكلمش بخصوص الفيلم دوت ولا جمله. هو كل اللي عايزه ان انا اروح له فيلته اقابله. في اخر جمله قال لي فيها في نص الكلام كده، بيقول لي انت جسمك ابيض من حياتي. فانا استغربت الكلمه. بعد كده راح قال لي بس انت جسمك شكله حلو، اتصوري بقى ولو خايفه داري وشك تبقى الصوره كات فيت عشان تكوني مطمنه اكتر. انا قدمت بقلق في الشرطه وان شاء الله مستشار اشرف رحمه ماسك معايا القضيه، لان انا عايزه اخد حقي. انا فين حقي وفين حق البنات؟ انا كتبت له من رقم تاني ان هو اشوف هو هيرد ولا مش هيرد. بعد لما ما ردش عليا لقيته كاتب لي ايوه يا حبيبتي ابعتي صورك هنا. معنى كده ان في ضحايا ثانيه، في بنات تاني كانت هتبعت الصور او بتبعت. هو حد بقى مشهور بقى على اليوتيوب. انا لقيت شيرين اهو. انا اول ما بعت له صورتي هو كتب لي انت جسمك جامد اهو. هو كان حاطط ساعتها الصوره دي وكان متصل الان اهي. شات اهو. هو ده كان رده على الصور يعني. وحتى ما قاليش تنفعي مثلا في الفيلم، اوصل لك مناسب اي حاجه. لا هو قال لي جامد قوي انت وجسمك ابيض من حياتي.